لم يخرج ما حدث عن دائرة التوقعات، مظاهرة سلمية للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبثورة شعبية جديدة قابلها عنف شديد من قبل قوات الأمن. تفرقوا وإلا سوف يقع استعمال القوة. فجأة وجد المتظاهرون نفسهم وسط دوامة من الضرب والرفس، عصي وهراوات وغازات مسيلة للدموع وتعنيف لا يستثني رجلا أو امرأة، ودراجات نارية تزمجر فتبث الرهبة في قلوب المتظاهرين. وسائل الإعلام لم تسلم بدورها من التعنيف، وبدا جليا أن ثمة نية في التغطية على ما يقع، فلاحقت قوات الأمن الصحفيين والمدونين وضيقت عليهم بالقول والفعل، واقتحمت مقر إحدى الصحف وصادرت أجهزة تصوير كانت بحوزة أحد المصورين. انتقلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى الشوارع الخلفية في العاصمة تونس لمؤشر على أن كل عناصر التوتر في المشهد التونسي ما زالت قائمة. قوات الأمن لاحقت المتظاهرين وتعقبتهم إلى الأزقة الفرعية، فتوقفت مظاهر الحياة وأصابها الشلل، محال مغلقة ومارة يهرولون وقد استبد بهم الرعب. الشعب التونسي لا يخاف ونحن لا نخشى شيء ولا زلنا هنا، الثورة ثورتنا وتونس تونسنا. ونحب نقولوا حاجة، نداء إلى الأمن، اخذوا الدرس اللي خذيتوه في عهد بن علي، راهو ما عادش ينفع الشيء هذا، راهو الشعب التونسي حر وشريف وكريم. ليس المواطنون وحدهم من غاضهم العنف الشديد، كاميرا الجزيرة رصدت لحظة تشنج بين قوات الأمن وعناصر من الجيش منعت أفرادا من الأمن من مطاردة المتظاهرين. إلى محطة القطار لجأ المتظاهرون، اتخذوها ملاذا آمنا من قوات الأمن، لكن ذلك لم يمنعها من ملاحقة المواطنين وإطلاق الغازات المسيلة للدموع بسخاء، ما ولد حالة من الفوضى العارمة والهلع. ما يدخلوناش الحاكم في وسط لاكار ويضرب هكا، فما نساء فما دي بيبي قاعدين في البيرو غاديك مهربينهم بالبوس وسط بالبومب لاكريموجين. يا اخي ماهوش معقول هذا، يحبوا رواحهم سراق تخدم، سراق برك تخدم في البلاد، كان سراق كاو تخدم علاش؟ خاطر سي فرحات الراشحي قال الحقيقة، وهم ما يحبوش الحقيقة في البلاد هذي. شو يحبوا؟ يحبوا التكسير والتخريب والغاز وكاو. ويخشى على نطاق واسع ان تفضي هذه الحركة الاحتجاجية وما تلاها من رد فعل من لدن قوات الامن الى مزيد من التوتر في الساحة التونسية، في ظل حالة جمود سياسي قد يعطل عملية الانتقال الديمقراطي او يحد من سرعتها. انس بن صالح، الجزيرة، تونس.